من أصل مليوني تاجر، أزيد من مليون تاجر يحوز على سجل تجاري إلكتروني، وثيقة تتضمن رمزاً سرياً يسمح بتسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية وتطهير السجل التجاري من ممارسات الغش والتزوير. قراءة الرمز الإلكتروني تتم بواسطة تطبيق يحمل مجاناً من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري، وهو ما يسهل من عملية التحقق من هوية صاحب السجل. من أهداف سجل تجاري الإلكتروني أنه هو يسهل عمل أعوان الرقابة، يعني نقوله يعني كان يعني قبل يعني 2014 يعني كيفاش كان يعني راح هذاك العون يعني راح يعطي له نسخة من هذاك السجل التجاري وراح يتحقق منه، يعني يولي المكتب تاعو يشوف اسكو هذا السجل التجاري تاعو حقيقي ولا هو وهمي. يعني اما اليوم يعني اصبح في ذاك المكان في نفس الوقت يعني عن طريق التطبيق يقدر يعرف اسكو هذاك السجل التجاري حقيقي، اسكو هذاك السجل التجاري راهو يتطابق. ومع نهاية أجال إيداع الملفات للتحول من السجل الكلاسيكي إلى السجل الإلكتروني، وجهتنا كانت الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري للجزائر شرق، أين وقفنا على هذه العملية التي من شأنها أن تسهل من عملية الرقابة الاقتصادية. واحد الملفات اللي يسون با كونترولاب ما على بالناش ما باوراهم، الناس تجي ديبوزي لو ريجيست ولا من بعد ديسبار دون لا ناتور. احنا باش نضبطوا يعني العدد الحقيقي للناس اللي تمارس المسجلين على مستوى المديريه العامه للسجل التجاري سي غراس على لو ار سي او لو ريجيست الكترونيك، دونك نقدروا نعطوا لك نابورت كال شيفر نابورت كال مومون عدد المنخرطين ولا المسجلين على مستوى السجل التجاري. سمير تاجر استحسن العمليه وتجاوب معها بما انها تخدم التجار والاقتصاد على حد سواء. كان عندي سجل عادي رجعت للسجل الالكترونيك وعندي تغيير العنوان. الحق حاجه مليحه لينا احنا خاصه التجار، لان بالسجل هذا الالكتروني كي تعمل يخرج لك تاع الشركه تاع كل المواصفات تاع الشركه، يعني هذه مليحه لينا احنا اكثر من يعني لهم. ومع انقضاء أجال مطابقة مستخرجات السجلات التجارية لإدراج الرمز الإلكتروني المحددة قانوناً بتاريخ 31 ديسمبر 2019، يصبح السجل التجاري كلاسيكي غير صالح إلا في حالة تمديد أجال التحويل أو اتخاذ إجراءات أخرى.